زوروا أوفياء قناة كلاش تي في. سلام الله عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة مع محمد البوداري. فضيحة غير مسبوقة لطبيب تجميل معروف وشهير بمدينة الدار البيضاء، كان يظهر دائما في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية على أنه يقدم خدمات وأعمال خيرية مجانية لمصابين بآهات مستديمة في الوجه أو غيره، ويدعي أمام كاميرات الصحفيين بأنه سيتكفل به وبعلاجه وتطبيبه مجانا. هذا الطبيب لم يكن يكذب، فهو كان يعالجهم مجانا بالفعل، ولكنه كان يستغل جهلهم بالقانون ويتحايل على المحسنين فيحصل منهم على أموال باهظة مقابل إجراء العمليات للمحتاجين والمهوزين والفقراء، ثم ينصب أيضا وفي نفس الوقت على مؤسسة الضمان الاجتماعي أو شركات التأمين ويدفع ملفاتهم بعد تضخيم فواتيرها ليحقق هو أرباحا كبيرة ويتقاضى أجرا مضاعفا 3 أو 4 مرات عن الثمن الحقيقي للعملية. ومن هذه المداخيل الكبيرة كان يمنح جزءا منها للوسطاء الذين يبحثون عن أصحاب العاهات ويصورونهم وينشرون فيديوهاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لعدد من العاملين والمسؤولين المتواطئين، ما يعني بأن الأمر كان مجرد نصب واحتيال ولا علاقة له نهائيا بالإحسان العمومي. شوف الطمع والجشع في نصب هاد الناس. واحد عباد الله عنده كلينيك على قد، ومع ذلك ما قنعش المداخيل ديالو وزاد كينصب ويحتال على المحسنين والمعوزين في الوقت نفسه. منذ زمن طويل وأنا أتساءل مع نفسي، هل صاحب الإحسان العمومي يبحث عن الأضواء والكاميرات؟ رسولنا الكريم أمرنا بالستر وإخفاء ما تمنحه اليمنى حتى لا تعلم به اليسرى، ولكن أين نحن من أخلاق الرسول محمد عليه صلوات الله وسلامه؟ الطبيب صاحب المصحة كان يحقق أرباحا خيالية من عمله الاعتيادي والعادي، ولكن لا يملأ جوف بني آدم إلا التراب، ولو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا كما كان يقول رسولنا الكريم دائما. ملف هذه القضية الآن أمام العدالة، وهذا ما أكده بلاغ اليوم للمصالح الأمنية، والذي قال بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يوم أمس السبت 2 أبريل الجاري 8 أشخاص، من بينهم سيدة زوجة مالك المصحة وهذا الأخير، وهو الكلينيك المتواجد بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاج الطبية. وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من المتبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بهذه المصحة والتي يعمل بها أغلب المشتبه فيه، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة جدا. الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، والتي ثبت تورطها في رابط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم 8 لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل أن يتقرر تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت، بحيث تقرر من طرف النيابة العامة متابعة 5 من بينهم في حالة اعتقال، في حين تقرر متابعة الباقي في حالة صراع.
الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه كانت قد استمعت قبل ايام قليله فقط الى جراح التجميل المعروف في العاصمه الاقتصاديه اي الدار البيضاء، الى جانب اطباء اخرين وسط انباء عن ان الابحاث قد شملت ايضا زوجته، وذلك على خلفيه تحريات تنجز او التي تم انجازها في قضيه الاحتيال تحت يافطه الاحسان العمومي. التحقيقات تمت مباشره في هذه القضيه بعدما توفرت معطيات تفيد بان عمليه التجميل اعلن عن اجرائها لاشخاص بشكل تطوعي في الاونه الاخيره في اطار العمل الخيري. تبين انها لم تكن بالمجان، اذ قدمت بشانها ملفات تحمل لتغطيه مصاريفها وحصلت تكاليفهما من الجهه المؤمنه. وتدخل هذه الممارسات في اطار الاحتيال الاحساني الذي قررت السلطات المغربيه ان تتصدى له وتقطع دابرة التجار. ولذلك فان التحريات ما زالت متواصله، وقد يتم استدعاء اخرين بعدما تقررت متابعه الجراح وزوجته التي تحاول التنصل الان من مسؤوليتها فيما وقع بتوفير ملف طبي حول متابعتها لعلاج نفسي او عقلي. وفي خبر ديسي اطاح كمين محكم بطبيب جراح بعدما القي القبض عليه متلبسا بحيازه رشوه قيمتها 2000 درهم داخل المستشفى الجهوي لمدينه بولمير. تفاصيل هذه الواقعه انطلقت بعدما قام مواطن بالاتصال بالمصالح الامنيه للتبليغ عن الرشوه. لم يكن بطلها الا طبيب جراح يشتغل بالمستشفى الجهوي لمدينه بولمير، والذي عرضهم للابتزاز وطالبه بتسليمه مبلغ 2000 درهم مقابل استئصال المراره لقريب له ضاربا معه موعدا بهذا المستشفى. وبعد اتمام الاجراءات الاداريه المعمول بها تقياد داكشي في هذا الصدد، اعطت النيابه العامه الضوء الاخضر لعناصر الشرطه القضائيه بالتنسيق مع المشتكي، وذلك قبل ان يتم ضبط الطبيب متلبسا بتسلم 2000 درهم داخل هذا المستشفى الجهوي. اما قياده حزب المعقول اي حزب التقدم والاشتراكي فقد اهتزت مجددا بعد اعتقال موظفين ومسؤولين بوزاره الصحه وارباب شركات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبديل اموال عموميه خلال فتره تولي هذا الحزب حقيبه وزاره الصحه. عفوا. وتشير المعلومات الى ان احد المتابعين في هذا الملف وهو وزير الصحة في حكومة الشباب كان قريبا جدا من قيادة الحزب ودائما لها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة المواكبة لانتخابات 8 تنبير 2021 بالعاصمة الرباط. وقد تم وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال مجريات التحقيق والكشف عن التفاصيل المرتبطة بهذه القضية. كان معكم محمد البودال في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو إخواني وكما جرت العادة أن تدعموا هذا المحتوى بالتفاعل اللازم مع الفيديو عن طريق اللايك والبارتاج والتعليق حتى هو باش تعم الفائدة. والحاضر يعلم الغيب، وهذا هو المهم عندنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.